ايوه اهلا وسهلا. هذه هي نتاع ابو العريس، هذه نتاع ابو العريس. هذه توا قداش لان قداش من المساحه نتاعها؟ قداش؟ 3000 هكتار. 3000 هذوما كل؟ اي 3000. والتو اللي تزرعوا؟ نعم. مش مزروعين؟ غير توا مش وقت نتاع الحرثين؟ توا عندهم عامين ماهمش مزروعين. عامين ايوه. هرب هو ما قعدش ما حبش يزرع. هرب وكالعاده كالعاده يقولوا اللي يعطي في العلالس هو الخدمة نتاعه مع رؤسات المحاكم، شورى الدار يناي. أيوة. جاب ثلاثة رؤساء أيوة. محاكم منهم مرأة رئيس محكمة استئناف. أيوة. جت شورى الدار نتاعي وجاب لها معلوش، ناي بروحي قال لي عندكش علوش، قلت له عندي ناي نخاف منه، والله أقسم بالله كأنك موجود، قلت له عندي العلوش، قال لي أعطيني علوش، قلت له ما يسالش، مشي عمل الدورة جاب علوش طيب ياسر خير من العلوش اللي مشي ياخذها من عندي ناي من واحد آخر وجي، قال لي خليه المرة يهزها يعلقها في السنوبراية وعاملين كانون عربي يقصوا في السنوبر ويقدوا في العافية، وفي البطحة هكاك في الجبل يشوا ويسكروا وعدوا النهار كامل ثمك اللي قريبة تماشي رؤساء المحاكم روحوا على أرواحهم وهو مشي على روحه والتراكتورات تحرث. أيوة. أيوة. وعندي أشكون معاي محمد البيوضي هو اللي يشويل. ايوه هو اللي يشويل ويوكل فيه. وعليش زعما انا ناس القضايا تتعدى ما زمان من القضايا ويا اخي ما شافوش اللي مش مزروعه هذه الارض اللي كاريها من عند الدوله؟ لا وقتها جاب لهم تراكتورات يحرث فيها. وراهم وراهم. والله كان جيت انا في بلاصتهم هذوما زوز القضاة راني وقفتوا على البلاصة. لا القضاة يتعاملوا معاه. قبل شورانا كلموه قالوا له الكمية موجودة ولا لا؟ قال لهم جيبوا فيديكم اقسم بالله كأنك موجود. ايوه. قلت لكم أيوة. محمد هذا البيوضي شوراي وراه علمه بالحديث هذا محمد البيوضي. هذا بعد الثورة ولا قبل الثورة؟ لا قبل الثورة. قبل الثورة. لا قبل الثورة. وقت اللي عمل ضربات بتاع السيجورتا. اي فك الوقت هذا. قاعد يفرش. فك الوقت هذا. فك الوقت هذاك وتوا لاباس ما عندوش مشكله توا شنو ولا مازال ما ندروش عليه قاعد يقدم بينا في قضايا يكذب علينا يتنوفق بالله سؤال صغير في بالنسبه للحجر اي الحجر بعد الثوره مازال يابت ولا ما عادش؟ هو من قبل الثوره ولا بعد الثوره ما زمش والله ما ثم وديما سترها ربي منطقتنا نحن سترها ربي كوش لكان ناس صب عليها خاص وحدها يعلم بهم الله اما بنحنا ناي في المنطقه ما ريتش حجر يا اخي ما فلوس ما ريتش ناي ما ريتش حجر ما فهمت ما فيها تحايل هذا تحايل يا ربي ما فهمش حجر بالله قول لي يا ربي لا فيها حجر راهو يكذب راهو يكذب القضاة هذوما اللي يجيو بعدك الوزراء يجوا هنا هيك رفيق بن الحاج قاسم يجي هنا هيك ويسكر هنا ويقعد هي. رفيق بن الحاج قاسم شكون شاد لنا فاتي حامد القروي حامد القروي عبد الرحيم الزواري هذا مو بكله مطرح هذا مو بكله والصادق مرزوق هذا يوالي باجا قبل اللي هو حطمنا نحن الخدام نتاع الكتماء مش جاكم زاد نتاع الكتماء منصور النصري جاي بحذاكم جاي لهنيك في المنطقه هنا جاي معاهم وتلموا كلنا ورا فاهم انت قاعد في الخير ما متلبل فيه علاش وكل شيء ذبحوا له علاش انت قاعد حمش ايوه مات بالحجل والارانب والواحد شنو هو قايد على الحجر هذه كلها شنو هو باش قايد على الحجر وهو الحجر راهو ما تبيش راهو يكذب عكس من 20 سنه مره واحده الحجر راهو كيفاش يصب عندك اسمعني الحجر راهو كيفاش يصب يعمل حديد سته يعمل حديد سته كيما هكا وينقب به الهندي والصبار وشنو هاي حاجز قايد حاجز هكا هو ويضرب الزيتون يهبطوا كيما هكا حاجز هكا هاي ربي ان شاء الله يحجره بارك الله فيكم بارك الله فيكم